بالتمثيل الخارجي. شوف بالنسبة لخالد البطان أتذكر ويتذكر أيضا الوسط الرياضي، هو أحد الذين طالبوا أو صاحب الفكرة من الذين طالبوا حقيقة دوري أبطال آسيا فصل الغرب عن الشرق لعامل الوقت حقيقة، لأن تعرف دائما ما تكون أو الأندية التي تشارك في غرب القارة أكثر ضررا من الأندية في شرق القارة لعامل الوقت، يعني بمعنى آخر ربما يبدأ الدوري في الاتحادات دول غرب آسيا منذ البداية وتصل دوري أبطال آسيا إلى نهايتها، وبالتالي تكون الأندية في شرق القارة أكثر استعدادا وأكثر جهازية من الأندية في غرب آسيا، وكان لهذه الفكرة دورها وسيرها في قناة صحيحة، وبالتالي الاتحاد الآسيوي استجاب لطرح هذه الفكرة، ورأينا الآن دوري أبطال آسيا يعمل شرق وغرب، وبالتالي يلتقي البطل الغرب أو المتأهل من الغرب ومتأهل من الشرق، وبالتالي كان هناك انصاف لأندية الغرب. هذه واحدة من تحركات أو من أفكار البلطان عندما كان رئيسا لنادي الشباب. بدون شك أبو الوليد، يعني خلينا نكون واقعين أكثر، عجبني فيه عندما ابتعد عن نادي الشباب لم يدخل في مهاترات، لم يدخل حقيقة في قضايا طرحها من قبل ليكون منتصرا، وحتى في بعض القضايا تحققت من وجهة نظره. طيب. أنا أعتقد أنه شخصية مثل شخصية الأستاذ خالد البطان هي من يجب أن تسند إليها مثل هذه المهام. طيب. وبالتالي أنا أعتقد أنه كان اختيار موفق من وجهة نظري. جميل. نظرا لتاريخ الرجل وأيضا أفكار الرجل التي طرحها عندما رأس نادي الشباب، وأيضا لقوة شخصيته. خلينا نتفق أيضا أن خالد البلطان أحد الأسماء الرياضية الذي يتمتع بقوة شخصية، وهذا من وجهة نظري في الوسط الرياضي السعودي تحتاج بيئة الرياضة السعودية إلى رجل بقوة شخصية خالد البلطان. طيب احنا كنا نتكلم بقوة شخصية خالد البلطان، قوة شخصية الإدارية، لكن الرجل أيضا يمتلك إمكانات استثمارية، وواضح من خلال هذا الحوار أنه تحدث وحذر من البعبع الذي من الممكن يعني أن يكون قادم لكرة القدم السعودية، وها نحن الآن يعني نراه على أرض الواقع، يعني أندية مهددة بعقوبات من الفيفا، عقوبات قد تصل يعني أولى العقوبات طالت، وهناك خصم 3 نقاط من نادي الاتحاد، وهناك عقوبات قد تطال الأندية، وذكر ذلك الأمير عبد الله بن مساعد في حديثه أمس، يعني أن هناك عقوبات سوف تطال نادي خلال هذه أو هذا الأسبوع أو هذه الأيام القليلة. يعني لماذا لم ينظر إلى ما تكلم به وتحدث به خالد البلطان من نصائح وتوجيهات الاتحاد السعودي الحالي الذي يرأسه أحمد عيد؟ هل لسوء العلاقة التي كانت بين الاتحاد السعودي الحالي ومع خالد البلطان ابان رئاسته لنادي الشباب، هل كان له دور في تجاهل ما قاله خالد البلطان او ما ذكره خالد البلطان ونحن الان نراه حقيقة على ارض الواقع؟ شو يقول التحذير حقيقة او التنبيه بالخطر القادم؟ نعم، هو بالوليد تحدث عنه وتحدث عنه بإسهاب ايضا وفي مناسبات كثيرة، ولكن ايضا هناك ايضا شخصيات اخرى تحدثت.